السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في قناة مطبخ وتدابير سارة راح ندير معاكم حلوة جافة اللي هي كرات الحلقومة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. لهذه الوصفة نحتاج إلى 250 غرام من المارغرين تكون طرية، نحتاج إلى 3 ملاعق كبار من سكر رطب اللي هو سكر غلاس أي ما يعادل 60 غرام، زوج حبات بيض، زوج ملاعق كبار تاع الزيت أي ما يعادل 20 غرام، عندي كيس خميرة كيميائية، وعندي هنا الفرينة باش نلمو العجينة. طريقة جد سهلة، المقادير بسيطة والطريقة سهلة. هنا راح نحط، عفوا نسيت ما قلت لكمش، ايضا درنا هنا درت انا مع سكر غلاس حطيت شوية تاع لافاني. نحط كلش على خطرة، البيض السكر لافاني المارغرين ونخلط والزيت، نخلي غير الخميرة والفرينة فقط. نبدا هنا نخلط هكذا حتى تمتزج لي مليح المقادير. بعد ما لحقنا لهذا القوام نشوفوا كيفاش ولات شغل من كريم هكذا باش تجينا لاباط تاعنا مليحه. دوك انا نحي الفوي منا ونبدا نضيف في الفرينه، نحيو الفوي ونبداو نضيفو في الفرينه. نحطو كمية من الفرينة، الفرينة على حسب النوعية تاعها، منقدرش نقول لكم شحال راح تدينا. ونزيدو نحطو كيس خميرة كيميائية. دوك نبداو ندخلو فيها. أنا نقعد نضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة اللي تكون طرية كيما عجينة الصابلي كيما مالفين نخدمو. بعد ما كملت حضرت العجينه شوفوا كيفاش تجي طريه، هاي ديك شويه كيما نديرو الصابلي. نبدا الان، وهنا عندي كميه من الحلقومه اللي كنت، شوفوا ما درت لها والو الحلقومه، كيما شريتها كيما قطعتها هاي ليك قطعتها الى قطع. دوك واش نديرو، نحشيو كل كره تاع لاباط، نحطو لها هكذا شوفوا، نحطو لها وحده تاع الحلقومه ونغلقو عليها هكذا. كي نعاودو نضغطو عليها مليح هايليك تجينا الكره تاعنا. نزيدو وحده هكذا، من بعد نحطو الحلقومه ونغلقو، نكملهم كامل بنفس الطريقة. أنا في هذه الأثناء الفرن تاعي راهو يسخن على 180 درجة، نديرهم يطيبوا، بعد ما يطيبوا نعاودو نتلاقاو إن شاء الله باش نزينوهم مع بعض. نروح مباشرة الآن لتزيين الحلوى. بعد ما طابت أنا لمدة 20 دقيقة شعلت لها من الفوق، حمرتها شوية، وعندي هنا شربات هاوليك، درت زوج كيلات ماء مع كيلة سكر وان ترانش تاع القارص وخليتهم يغليو لمدة 4 ساعة على نار متوسطة. هنا تاني عندي 5 مغارف كبار تاع الشوكولا اون بودغ، خلطت معاهم زوج مغارف كبار تاع الكاكاو. انا علاش ضفت الكاكاو باش ما تجينيش بزاف الحلوة هذه حلوة. نتوما اذا كان تحبوا لوغو بزاف حلو تقدروا ديروا مباشرة الشوكولا اون بودغ فقط كما تحبوا. واش نديروا هنا مباشرة، راح نغطسوا الحبة هكذا تاع الحلوة في شربات، نقطروها شوية، بعد نحطوها مباشرة في شوكولا اون بودغ هكذا.
نرمدوها مليح. دوك راح تشرب، انا ما نخليهاش بزاف هنا، نحيها. من بعد اني حنعود نرمدها مره ثانيه. هكذا هكذا، هاي ليك كيفاش تجي الحبه. دوكا كي نخلي الحبه تاعي تشوفوها شغل بدات تتندى، هاي ليك قد ما تطول قد ما تعاود تتندى. نتوما خلوها تنشف مليح على الاقل واحد 4 ساعه 20 دقيقه، ومن بعد عاودوا رمدوها مره واحده اخرى باش تجيكم مليحه. هاي الحلوه تاعنا واجده، بعد ما كملت زينتها كامل خرجت الله يبارك ما شاء الله. وحتى بالنسبه للذوق بزاف بنينه، ننصحكم انكم تجربوها، وعلى بالي بلي راح تعجبكم ان شاء الله. نقسموا حبه دركا، شوفوا بسم الله، شوف هاي ليك تتفتت وحدها، شوف تلمو بنينه، والحلقومه في الوسط تقعد هاي ليك طريه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، والى فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.